كيفاش انا مواطنه تونسيه ناخذ نعطيكم 50 دينار باش نشرب قهوه. من غدو كي مشيت لوتيل صحتوني ميمشيش ما يتفرهدش مشيش لا على خاطر ولدك متوحد صحتوني بليتهم يقلوك يستغلوك يعني كاس قهوه وقاعده باش تقعديها 50 دينار وجهاره والناس كل تضحك وقالوا لي العباد الكل راه يجيو نورمال عادي كيفاش ما ياخذوش موقف. جيت من كندا. شنو رايك في التوريست؟ محمول هنا لهنا يستغلوا برشا السياحه بصراحه وما يحبوش يعاونوا السياحه التونسيه. علاش؟ مشيت القهوه خذوه على قالوا لي تعطينا 50 دينار على قهوه. قلت لهم كيفاش انا مواطنه تونسيه ناخذ نعطيكم 50 دينار باش نشرب قهوه. نحكي على مواطن عادي مش نحكي على يعني ما نحكيش على السياحه. قال لي لا عندنا كاميرا نشوفوا فيك ولادك يتكلموا بالفرنسي وانت سياح جاي سياح تعطينا 50 دينار. صحتني وزيدا كلمت المدير وقلت له باش نكلم المدير نتاعكم والمدير قال لي اي ساعدنيش على قهوه باش تقعدي لازم تخلصي 50 دينار على الكراسي على البقعه كل شيء. اي حبيت ناخذ اوتيل وقيدت في الاوتيل وموري مريقله قلت لهم راني ولدي عنده حاله خاصه يبكي. من غدو كي مشيت لوتيل صحتوني ميمشيش ما يتفرهدش مشيش ما قلتش في الاوتيل على خاطر ولدك متوحد صحتوني. ها ولستر ربي اللي قلت لهم من الاول يبكي وراه متوحد حاله خاصه يعمل لي ما فهمنيش حاله خاصه كيفاش انت عايش في تونس وتخدم في السياحه ما تعرفش في كلمه حاله خاصه يعني حاله خاصه يعني معاق عنده حاجه يعمل لي ليه ما فهمتيش. فهمتي قال لي يبكي هاو ما يبكي يعمل في كريز. قلت له لا ما راهي بين يعمل كريز ويبكي تفرق راه كريز راه يكسر يبدا يضرب في العبيد يعني اما هو راه جيست يبكي في روحه في روحه يبكي. نسكن انا نسكن في الكيف كافيه نسكن في الكيف كل يوم هون وتروح الكيف لا لا عند دار اختي في حي طضام واخترت باش نجي كل يوم ونمشي في بالي على الاوتيل عجل كندا بارده ياسر لهنا سخونه برشا ما ساعدتهمش يعني ما نجموش يعني قلت خلي نكري لهم اوتيل باش يعني ما يقلقوش من المشي والجاي حتى كرهبه ما تنجمش تجيبي كرهبه من كندا بعيده المسافه فهمتي ستة شهور باش توصلك الكرهبه فهمتي ولهنا حتى مش تكري يستغلوك ما خلوكش باش تجي لبلادك باش تنبعي بلادك ما يخلوكش يستغلوك يعني كاس قهوه وقاعده باش تقعديها 50 دينار وجهاره والناس كل تضحك وقالوا لي العباد الكل راه تجيو نورمال عادي كيفاش ما ياخذوش موقف. فهمتك انا شوفها بيزار ما نعرفش. عايشك ميرسي بوكو مرحبا بك في تونس. يعيش كيفاش انا مواطنه تونسيه ناخذ نعطيكم 50 دينار باش نشرب قهوه. من غدو كي مشيت لوتيل صحتوني ميمشيش ما يتفرهدش مشيش ما قلتش في الاوتيل على خاطر ولدك متوحد صحتوني. بليتهم يقلوك يستغلوك يعني كاس قهوه وقاعده باش تقعديها 50 دينار وجهاره والناس كل تضحك وقالوا لي العباد الكل راه تجيو نورمال عادي كيفاش ما ياخذوش موقف.